عندما تذكر الصين بنذكر القضاء على الفقر والقضاء على الفساد. الصين لها تجربة هائلة جدا للقضاء على البيروقراطية وعلى الفساد الإداري، فدي تطورت وده اللي خلى الصين الحقيقة تتقدم. عندما تذكر الصين طبعا بيتبادر إلى الذهن دائما تجربة اقتصادية رائعة جدا أدركت الصين منذ عقود طويلة، إنه الاقتصاد هو السلاح الأساسي في تقوية الأمة. يعني عندما ننظر إلى الصين ونتحدث عن الصين، يعني بنجد أن الصين حققت منذ عام 1949 معجزة ونموذج فريد في مجالات التنمية وصعود دولة كانت تنتمي لحضارة عريقة ثم تعرضت لفترات من الضعف والاختراق من الآخرين، ثم لبناء قدرتها وصولا لتجديد نفسها بنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية. عندما نتحدث عن الصين فنحن نتحدث عن إعجاز بشري، تمكن هذا الشعب الصيني من أن يحول بلده من بلد فقير من دخل حتى سنة 1978 دخل الفرد لا يزيد عن 150 دولار، النهاردة في تقريبا في 2005 و 2006 و 2015 وصل دخل الفرد 6400 دولار، فهذا يعتبر إعجاز بكل المقاييس. الحقيقة موقف الصين موقف متوازن، موقف محايد، موقف داعم للعرب دائما خصوصا في القضية الفلسطينية، موقف أيضا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا في القضايا المحورية والأزمات اللي في المنطقة، لها دور فاعل تتفق فيها الرؤية إن هي عايزة تحافظ على الدول. الصين في إدارة الحكم في الصين هو فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، الشؤون الخارجية اتسمت الآن بالمزيد من الانفتاح. وأن تتحول دولة من دولة مستوردة لكل شيء إلى دولة أصبحت مصنع العالم، ده إنجاز ثاني. تصبح اليوم من الدولة التجارية الأولى في العالم، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومتوقع أن تكون أكبر اقتصاد في العالم، أكبر حتى من الولايات المتحدة في 2030. عندما نتحدث عن الصين فهذا يثير في العقل العربي العديد من القضايا، منها الصين حضارة قديمة وحضارة عريقة. نحن نعرف أن الحضارة الصينية كانت متقدمة في عديد من المجالات، منها الطب. الصينيون كانوا يعرفون كيف يخدرون المريض قبل إجراء أي عملية عليه، عرفوا الألعاب النارية.